يومية وشكل عاجل لإصلاح هذه الأرصاد في عمان. هاي الوقفة أولا تضامن لأسرانا المضربين عن الطعام أكثر من أسبوعين. المسيرة هي عشان نحرك الشارع الفلسطيني، عشان تفعل الخيمة التضامنية للأسرى المضربين عن الطعام. أسرانا هسا بواجه الاحتلال بأمعائهم الخاوية حتى ينتصروا بهاي المعركة. ليش مهم أنتوا كشباب تشاركوا في هذه الفعاليات؟ دعم لأسرانا ونوصل لأسرى الرسالة إن إحنا معكم ورح نضلنا خلفكم حتى التحرير. أشرف أبو رامي له 16 شهر إداري وهلا تمدد له كمان أخرى 4 أشهر. هذا الحكي كان في 16 مددونه، مجموع ما قضى إداء في السجن 5 سنوات، منها 3 سنوات كان يحكم عليه إداري. الوصية أو إذا بدي أوجه نداء أو سميها زي ما تسميها، أول شيء للأسير اصبر أنت شو، وبقول للأسرة بشكل عام أنتوا الشعلة اللي بتضيئوا طريق الحرية، أنتوا الشعلة اللي موجودة حتى الآن اللي هي رايحة تأدي لتحرير الوطن. فبصبركم وبإرادتكم القوية وبمعنوياتكم العالية بصمودكم رايحين تنالوا اللي بدكم إياه. وكمان بقول برجع بأكد إنه الأسرة وعملية الأسر هي اللي بحد ذاتها هي طريق للتحرير. بارك الله فيهم، والله يثبتهم، والله يعطيهم العزيمة ونية وحققنا اللي بدهم إياه. وضع الأسير صالح محدد في الخوف وخايفين عليه كثير، لأن مضرب عن الطعام صار له 2 أسبوع وخايفين عليه، ومناشد كل العالم ومناشد المؤسسات ورئيسنا أبو مازن حفظه الله إنه يطالب في أسرانا وفي خروجهم من السجن إن شاء الله. رسالتي الله يرضى عليك يابا، والله يفك أسرك والأسرة اللي معاك 30، ومنشد على أيديكم يابا، وإن شاء الله حتما لمنتصرون إن شاء الله إن شاء الله. وهذا عدو الغاشم رايح يزول بإذن الله تعالى إن شاء الله. هذا اللي قاعدين بسجنه في هذول الشباب الإداري بدون سبب، بدون أي إشي عليهم، دائما بأخذوا ابني وبسجنوه إداري. شو عمل صالح تتسجنوه اليوم إداري؟ تبعدوا عن أطفاله، حرام عليكم. بناشد كل المؤسسات وكل الشعب وكل الكوادر وكل التنظيمات إن هذا ابننا الأسير، مش ابن تنظيم، هذا ابن فلسطين. كل الأسرة اللي معاه هذول أولاد فلسطين، أولادنا. من أول اعتقال عاصم اللي تم ب 24/8 قبل تقريبا شهر وشوي، احنا ما تمكننا من زيارة عاصم لانه جرى تحويله فورا للاعتقال الاداري، وفيما بعد دخل بالاضراب المفتوح عن الطعام. لحد هاي اللحظة احنا ما زرناه، ولكن من خلال زيارة المحاميين قدرنا انه نطمن عليه، نطمن على صحته. ولكن يعني احنا هلأ اليوم نحكي اليوم 15 بالاضراب عن الطعام، بلش الجسم مش بس عند عاصم، عند 30 مضرب عن الطعام بلش الجسم يفوت في مرحلة التعب والإعداد. يعني في هناك حالات بلشت تتقيأ دم، هناك في حالات بلشت تتقيأ حتى الماء اللي بتقطاط عليه اللي هو غذائها الوحيد، بلش الجسم انه مش قادر انه يستوعبه. فعشان هيك احنا اليوم بنحكي انه الاسرى المدربين عن الطعام دخلوا مرحلة الخطر الحقيقة على صحته. رسالتي لعاصم انه يعني انا بستناه، بتأمل انه هذا الاعتقال ما يطول، تحديدا انه الاعتقال الاداري فيش له سقف زمني معين ولا محدد، ولكن انا معه. احنا التنين بنسند بعض، انا باسنادي لإله من وجودي في الفعاليات التضامنية ومن اعلاء صرخة المضربين عن الطعام، وهو ايضا بقوى فيي من خلال انه كمان احنا حاليا يعني بننتظر مولودنا الاول، انه رح يشرف على الحياة بعد شهر وشوي. هذا رح يكون هو الدافع لنا لانه احنا التنين نكون قويين، لانه نستقبل، بتمنى طبعا انه هو يكون خارج السجن، ولكن هو رح يحرم من هاي اللحظة، ولكن مولودنا الأول نادر هو كمان الشيء اللي بيقوينا إحنا التنين. رسالتنا للأسرة، إحنا أصمد وإحنا معاكم، وإن شاء الله الشعب الفلسطيني وبتحقق أهدافكم، وإن شاء الله الأمور ماشية على والناس يعني متفاعلة مع الأسرة،
وما يكون لكم تفكروا، وإن شاء الله يهونها وصبروا، وإن الله مع الصابرين. ورسالتنا يعني إن الشارع الفلسطيني يوقف مع الأسرة. شمس هي طفلتنا أنا وأشرف الثالثة في قبليها مجد وقيس أولاد وشمس بنت. شمس أشرف ما حضر فترة الحمل ولا الولادة فيها، أشرف ما حملها لهلأ ولا يقدر يتفاعل معها كأي أب مع طفلته. شمس حاليا عمرها 8 شهور، إن شاء الله إذا بروح أشرف بعد الأربع شهور التمديد بكون عمر شمس سنة. شو رسالة الأشرف في 50 جهة المكان؟ بنستناك، بنحبك كتير، احنا معاك باي اشي ممكن تخطوه، احنا داعمينك بكل الخطوات. رسالتي للأسرة من اول ما كانوا 30 وزادوا لليوم 20 صاروا 50 واحد، انه يصمدوا على مطالبهم ويضلوا مدربين وما يهتموش لاي اشي شو بصير جوا، ويعرفوا انه كل الشعب الفلسطيني وبرا والشارع وطلاب الجامعة خاصة لرفاق جامعتنا، إنه إحنا معهم وإحنا دائماً نهتف في صوتهم ودائماً رح نوصل رسالتهم حتى وهم جوا.